سيداتنا وسادتنا اللي فاتهم نصف الدين لما عرفوا عزائم الدين واتحرموا من معرفة رخص الدين. شبابنا الواعي وأشبالنا الواعدين بمستقبل ديني سمح يليق بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ مع حضراتكم ببسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم في سماحة الدين عن بيان عزائم الصلاة ورخص الصلاة. كنا قد انتهينا من بيان عزائم الصوم ورخص الصوم. النهاردة بإذن الله هنبتدي مع حضراتكم في بيان عزائم الصلاة ورخص الصلاة. حضراتكم عارفين الأحكام الدينية من جناحين. الجناح الأول بنسميه جناح العزائم، الجناح التاني اسمه إيه؟ جناح الرخص. العزائم دي البعض بيسميها ثوابت، طب والرخص بنسميها المخارج أو الطوارئ للعزائم أو للثوابت. مفيش حاجة اسمها ثوابت دائما، لابد أن الثوابت لها طوارئ ولابد أن العزائم لها رخص. فعشان نتكلم عن عزيمة الصلاة اللي بنعلمها لأولادنا دي البداية، ما هو لازم تكتب عزيمة. أي حكم ابتدائي بنسميه عزيمة، الحكم الذي يلي بعد هذه الابتدائية بنسميه حكم رخصة. لكن الأول أول معلومة بنسميها إيه؟ معلومة العزيمة. في الصلاة بنعلم نفسنا وبنعلم أولادنا قول الله عز وجل: فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أدي معلومة بنسميها ثوابت أو بنسميها عزائم. أقيموا الصلاة، لازم تقوم وانت بتصلي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل فرد له وقته. كمان في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن وانت بتصلي الفرائض تقوم، ما تصليش الفرائض وانت قاعد. وفي حديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر إقامة الصلاة. وفي حديث رواه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء لرسول الله وقال: كم فرض ربك علينا؟ قال: أن تصلي الخمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والذي بعثك بالحق لن أطوع. في نهاية الحديث النبي قال: أفلح إن صدق. كمان في حديث أخرجه البخاري عن مالك ابن الحويرث بيقول: إن أتيت أنا وبعض أصحابي وكنا شبابة، يعني شوية شباب صغيرين متقربين في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم. ده اللي احنا بنتعلمه ونعلمه ولادنا وعموم الناس بهذا الإجمال. وأوقات الصلاة احنا بنعلمهم إن أوقات الصلاة محددة، لما ظهرت النتيجة وعرفنا الساعات بدأنا نحدد الفجر بدنا الساعة كام، والشروق الساعة كام، الظهر بدنا الساعة كام، والعصر بدنا الساعة كام، والمغرب كام، والفجر والعشاء كام، بنحدده بالدقيقة وبالثانية، وكأن التحديد ده ورد في الأحاديث النبوية. والحقيقة الذي ورد في الأحاديث النبوية علامات كونية تحدد أوقات الصلاة بالتقريب وليس بالدقيقة والثانية، إلا المغرب والفجر بس، باعتبار أن المغرب يعرف بغروب الشمس والفجر بطلوع الخيط الأبيض بعد سواد الليل. المهم أن دي العزائم في الصلاة هي اللي احنا بنتعلمها وبنعلمها ولادنا وبنعلمها عموم الناس، دي اللي معروفة بإيه؟ بثوابت الصلاة. لكن فين رخص الصلاة؟ فين الاستثناءات؟ فين الطوارئ؟ فين المخارج؟ كيف نصلي عند الطوارئ أو الظروف الاستثنائية؟ محدش يقول لي الاستثناءات والطوارئ والظروف الاستثنائية دي نادرة ولا حكم للنادر، ده هو ده
بداية التشدد أو المزايدة الدينية اللي تسببت في جهل أكتر المسلمين برخص الصلاة. فاصل ونلتقي على خير بعد قليل. أهلا بحضراتكم من جديد في برنامجكم سماحة الدين، وبنكمل معاكم في رخص الدين اللي ربنا بيحبها زي ما بيحب عزائم دينه. قبل الفاصل قلنا حديثنا النهاردة عن بيان عزائم الصلاة ورخص الصلاة. عزائم الصلاة الأحكام الابتدائية اللي بنتعلمها ونعلمها أولادنا وبنعلمها الناس كبادئ الأمر في الصلاة. طب والأحكام التي هي في الرخص دي الطوارئ أو الاستثناءات أو الظروف الاستثنائية أو الأمور المخارج التي يحتاجها الإنسان بعد معرفة تلك الثوابت. وعرفنا بأن حديثنا عن الثوابت دون بيان الرخص منقصر الدين، وبيان أن الدين ده متشدد، لكن لما نذكر الرخص زي ما بنذكر العزيمة يبقى احنا بينا رحمة الدين. والبعض اللي بيقولك اكتفي بالثوابت واكتفي بالعزائم وما تتكلمش عن الرخص، حتى صارت الصلاة عند الناس وعند كتير من الشباب، خاصة الشباب يعني اللي والطلبة اللي وقتهم والتعارفين الشباب لهم طبع معين، صارت الصلاة عليهم عبء شديد ومشقة. وكتير من الأباء والأمهات بيشتكم إن ولادهم ما بيصلوش. ليه؟ علشان بنقول لهم العزائم ما بنقول لهمش الرخص، لأن ظروف الناس وطوارئهم اللي بتتعارض مع عزائم الصلاة كتيرة، فالحل في الرخص الشرعية. ليه مش عاوزين نعلم ولادنا الرخص؟ بيقولوا أصل شباب لازم يتحملهم. يا جماعة انتوا بتفرضوا الدين على الشباب، ما تقولوا لهم الدين برخصه، العزيمة والرخصة، وربنا بيحب الرخصة زي ما بيحب العزيمة. عشان كده لازم أقول كلمة حق وإن تسببت في زعل بعض الناس. أقول إيه؟ إن الخطاب الديني اللي بيتكلم عن عزائم الدين وعن ثوابت الدين دون بيان رخص الدين ودون بيان استثناءات الدين ومخارج الدين هو المتسبب في ضياع شعائر الدين، ومن أهمها الصلوات الخمس. لما تقولي لازم تصلي كل فرض من فرائض الصلاة في وقته دون أن تبين لي أول وقت إيه ونهايته إيه علشان أخد راحتي طوال هذا الوقت، ودون أن تذكر لي رخص الجمع بين الصلوات وإمتى أجمع بين الصلوات وماذا أفعل في فوائت الصلاة أيام شبابي، لو صلاة فاتتني أعدها وأقضيها ولا لا أقضيها؟ ما تعلمني يا أخي قضاء الصلاة. ولما تقول لي لازم تلتزم بقيام الصلاة تقف، طب ما أنا راجع من شغلي تعبان، راجع من مدرستي تعبان، وعايز وانت بتقول لي لازم تصلي الوقت وانا عايز اصلي ماشي عشان الحق الوقت، بس انا تعبان ممكن اصلي وانا قاعد ولا لا؟ وما تقوليش كمان عدد ركعات كل فريضه دون ان تبين لي رخصه الصلاه وانا قاعد او انا مضطجع، او رخصه قصر الصلاه في اثناء السفر. ليه مش عايز تبين لي الرخص دي كلها؟ يبقى سيادتك بتصد عن سبيل الله من حيث لا تدري. هو مش ربنا اللي شرع لينا عزائم الدين وثوابت الدين؟ هو نفسه اللي شرع لينا رخص الدين واستثناءات الدين ومخارج الدين. الدين يا جماعة ميزان عدل له جناحين، جناح للعزيمة وجناح للرخصة. المزايدون في الدين بيتعمدوا تهميش الرخص الشرعية عشان يضيقوا رحمة ربنا الواسعة، وبيصدوا عن سبيل الله من حيث لا يدرون. وربنا بيقول لنا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عشان كده لازم نتكلم عن رخص إقامة الصلاة ورخص مواقيت الصلاة. هنتكلم عن حكم القعود في الصلاة، 2 حكم قصر الصلاة الرباعية في أوقات السفر هنصليها ركعتين بدل 4، 3 هنتكلم عن الجمع بين الصلاتين للحاجة أو لأدنى عذر. الحكم اللي بعد كده هنتكلم عن الوقت المتاح لكل فريضة من الصلوات الخمس بداية ونهاية،
حضراتكم اوعوا تظنوا اللي موجود في مواقيت الصلاة المعلنة فلكيا هو ده رأي الدين الوحيد، ده فيه آراء تانية فيها سعة وفيها رحمة. كمان هنتكلم عن قضاء فوائت الصلاة، كل ده لو ربنا يسر لينا الحديث مع حضراتكم، وهنتكلم على قد ما نستطيع عشان نعرف رخص الصلاة زي ما عرفنا عزائم الصلاة. وظهرت إشارة ضبط الوقت عشان نقول لحضراتكم نلتقي على خير في الحلقة القادمة بإذن الله.